بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله، حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، هارون بن عبد الله المصري الحمال، باب في باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. ما يقول قفك وحو دهايو إذا ركب هدو فوله جديد يو دابت إلى سفر الحج، حج سفر له هذا يو أما سفر حق حج كأه يو وغيره غير الحج سفر أنا حج هين قفك هدو أن ببحه أو سفر أبحه آداب السفر وحل إلى ذاجرة هي آداب المسافر أولا الربا قفك مسافر كائنه لا إماضه وحاكم إذا أذكار هي أدعية وآخرنا يقفك مسافر كا في بداية سفره بالله وسفر كيس أو بالله بايبا إنه أذكار تلا إماضه الله توقه الله نزهه إلهي حصه سبحانه وتعالى سفر كاس ونبقى وقت المامي السفر قطعة من العذاب وقيب عذابك كمدة وعليس كيسية مشقة ديسة إسكاله وشريعة أي جديسي تيسير إيو أخذ الرخص إن لقاتو رخصوين بدن أو مسافر كدراد ديس لو رخصيي عليسيها هاس دعايا سفر كقديسة قفك إنو هذا قف إلهي كحرم وإلهي بريايا وإلهي كالما ويديسنا يا سبحانه وتعالى كنا شكرنا يا دينك كالي إنه أسهل لي وصائشي إيوه سفر كوحي أسهل لها أرنتها سمرك الله يا مصنف رحمه الله أحاديث تاسنا وسؤال ورندونا صحيح هذا نبينا كسقنا عليه الصلاة والسلام. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد المسيسي قال قال ابن جريج باوحوجي عبد الملك قال أخبرني أبو الزبير، أبو الزبير بأي ورمي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس المكي أيا ليرى هذا أن علي الأزدي نكا ليرى هذا علي الرير أزدي أخبره ورمي أبو الزبير أن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما علمهم حب بري أرددسي يتابعين تبو وحبر يا سحابه أملا بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد منكم الغائبة الرماها سيقول لك مجرين سحابه وإن نبقى يكم مغلين بيسي قد بنجرين أو أي تابعين تي يدتك سوق غاري بي جارسين جرين أجل النصيحة أي كتهي يا خير لدون مرك وحوليه وحو بري أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كان إنوها إذا استوى على بعيره مركو كوي كاضو أو كو يستقفر يستوى على بعيره رتقي سي أما نفك قيل هاي الركوب كيوها قاديد كوها أو أي لا يستاقته أما وصفي عن أغفر يستسل كادي نبر كادي خارج الحال وبحي إلى سفر أصغو سفر وبحي النبي عليه السلام كبر ثلاثة صدح شربو كبار انجري الله أكبر الله أكبر الله أكبر بوديجري أو وحك استوى وين أو كبيرة إلهي سبحانه وتعالى كبرياء يساء يا عظم ذيس يا جلال كيساء وحول بكسي وين سبحانه صدح شربو كبار انجري النبي عليه السلام ثم قال وحوديجري آية داس أصغوا كدح وقاضنا يا سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي أليه بأن نزهم أو النسقار يا دليل ودنبا يكد يرتهي وصفات الكمال ودنبا يكد انتهي سخر لنا نو سهلي هذا الركوب كان يا قاديد كان نو سهلي وما كنا مانا نهانين له مركوب كان لفورا يا قاديد كري مقرنين أي مطيقين كوكرة كوى أود أولى مانا نهانين هدو إلهي نو سهلين
ratigaa arkaysa neefkaa geela intaa leega dhulka ka koray ayaa dhulka la fadhiisini oo lagu tasarufi oo la raarani oo duqaydii iyo dadkii yaryaraaba lagu aamini oo la dhex dhigi oo meel dheer iyo masaafo dheer lagu gaari, yacnii meel aan mashaqo mooyaane aan lagu gaarin. Watabliquafqaar ilaa baladi lam takunuu baaliqiihi ilaa bishiqi lanfus. Marka waa in ilaahay lagu xasuusto waay, meeshaan taskhiir ilaahay iyo fudaydin ilaahay baa jirta mooyaane, isagaa naga xoog badan oo naga maaragtay sharisan oo orod hadduu dhahona naga orod badan. Marka wamaa kunnaa lahu muqriniin, annaga maanan awood u lahaanin hadduu ilaahay noo sakhiirin subxaanahu wa tacaala. Wax kasta oo markuub oo la adeegsadana waa sidaas. Birtaad aragtay buu ilaahay noo sahlay, iyadoo dhulka garaangaraysa iyo iyadoo hawada buubaysa iyo iyadoo biyaha dul sabaynaysa oo baddaa qaadaysa. Wamaa kunnaa lahu muqriniin, ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noo sahlay. Wa innaa annagu ilaa rabbinaa, rabbigaana xaggii unbaana la munqalibuuna u gadoomi doonaa. Waa rabdi iyo isku xidhid bayna safari dunyaa wa safari alaakhira. Haddaad safar aad tahay oo adduunyada ku dhex safrayso, waxaa imaan doontaa inaan u safarro aakhiro. Markaa adduunyadii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa tasqiirkii iyo tashiilkii uu na siiyey iyo safarteennii markaan ku shukrinay oon ku xamdinay oon ku nasahnay, haddana qalbiga inuu ku jiro aakhara inay tahay geedi loosha loo safri doono ee nihaayada ee loo guuri doono. Mar walbaba wax kastoo adduunyadana waxay ishaaraysaa oo ay tusaysaa oo calaamo u tahay aakharo iyo xaaladeeda. Markaad u fiirsado cinda tadaburi wa tamacun, ictibaar baa ku jirta, waana ku jirta, xasuus baa ku jirta, aakhara lagu gartaa. geedigan arkaysa safrayno tu aan laga soo noqonaynin baa jirta oo ilaa qiyaamu saaca lagu maqnaan doonaa oo safarta dheeraada. Marka wa innaa ilaa rabbina, rabbigaanu yaa la munqalibuun u gadoomaynaa u noqonaynaa waay. allahuma allow buu dhihi jiray nabiga calayhi salaam, oo aayaddii nabiga calayhi salaam qur-aankaheed nabiga korka horta horena ziyaadu kaga daray oo uu nabiga calayhi salaam isagana waxyi ah waa takbiir saddex jeer ah, gadaasha dambana waxbaa lagu daray oo ah duco iyo muxuu ahaa ilaahay bari. allahuma allow innaa nas'aluka, waxaan ku weydiisanaynaa fii safarinaa safarka annagan haadaa ay karaheen u safrayno, albirra wa taqwaa. albirra baari noqosho iyo khayr iyo samafal iyo wanaag samayn. birrigu waxaa weeyaan ficlu taacaat, wixii daaciya khayr oo alle lagu dhowaanaya in la sameeyo wey. wa taqwaa iyo alla ka cabsi. taqwaduna waxaa weeyaan tarkul manhiyaad, in ilaahay wixii uu naga reebay aan oga cabsanno oo aan ka fogaanno. marka albirra wa taqwaa waxay shamlisay wixii awaamir ahaa ee laisfaray iyo wixii nawaahi ahaa layska reebay. ilaahow birri baan ku weydiisanaynaa khayrka iyo camalka wanaagsan iyo attaqwaa xumaan oo dhan inaan ka fogaanaa ilaahay ku weydiisanaynaa. fii safarina haada, meeqa safar baa safar oo la safro ayaa safaru macsiya isku beddela oo qofka xumaan ka dhacda oo waxyaalo badan oo aan wanaagsanayn uu ku dhacaya. marka ama meehe daaciya khayr iyo wanaag iyo wardi uu lahan jiray uu iska imhaalinaya way ka tegi kartaa. marka safartaasi inaynan waxbaba kaa nusqaaminin oo birrigii iyo daacadii iyo taqwadii iyo xumaantii laga fogaado, waa marka hadda ay birri iyo taqwa isqaabilaan, wa ilaa taqwada laftirkeedu alimtithaal walijtinaab labadaba way shamlinaysaa, in wixii lagu amray inaad la timaado, wixii lagaa reebay inaad ka hadho. hadihi alwiqaaya baynaka wa bayna annaar, wixii adiga naarta ina kala badbaadin lahaa middaa wey. wa min alcamali, ilaaha waxaan ku weydiisanayaa camalka, maa tardaa, waxaad raalli ka tahay. camalkana camal aad raalli ka tahay ilaaha ku weydiisanaya. goormuu noqonayaa camalku camal ilaahay raalli ka yahay? idaa kaana khaalisan sawaaba, idaa kaana khaalisan lillaah sawaaba. labadaa markii laga helo camalku wuxuu noqonayaa maa yardaa rabbuna, wuxuu rabbi ku raalli noqon subxaanahu wa tacaala. camal ilaahay dartii loola jeedo, ilaahay dartii loo sameeyey, xaggan kalena waafaqsan tubtii nabiga calayhi salaam iyo waddadiisii waafaqsan, markaasuu camalku rabbi raalli ka noqon. wa min alcamali, waxaan ku weydiisanaynaa allow maa tardaa, wixii aad raalli ka tahay inaad na waafajiso. allahuma allow hawin calaynaa, noo fududee safaranaa safarka annaga haadaa ay kana, ilaahu noo fududee. oo safarku si kasta oo loo casriyeeyo oo qalabka iyo adawaadku safarka uu loo sahlo, hadduun ilaahay tahwiininin fududeedinin ma fududaanayo. diyaaradda ugu sahlan markuu qofka uu musaafir yahay uu yacnii surcada iyo waqtigiisa inuu dirmo meel fiican gaaro iyo isagoo kuleel dareemin iyo isagoo xaaladiisa marka la fiiriyo, wa maca daalika hadduun ilaahay kuu fududeynin ma fududaanayso.
diyaaradaha weel ku jirta ee khatarta ah, haddii ay cariiri iyo dhibaato mararka qaar uu ka imaado, dee waxa weeyaan raaxada meesha ka baxaysa. Marka ilaahay wuxuu fududeeyey ma fududanayo, hawin calaynaa safaranaa haada, ilaahu noo fududee, wadwi cannaa, ilaahu noo soo duub bucdahu fogaantiisa, dhulkaas fog iyo masaafadaasna ilaahu noo soo duub, adigoo caafimaadsan oo aan qalaq iyo cabsi midna ku jirin, oo oon iyo gaajo midna ku haynin, oo murug iyo xanuun midna ku haynin. Safartaadi haddaad ku tagto waxay ka fiican tahay oo ka fududdahay oo ka soo dhowdahay safar mashaqo iyo dhibaato iyo walbahaar iyo xanuun iyo cabsi lala socoto. Marka ilaahayna waa kuu soo dhoweyn karaa, waxba kuma aha inuu kuu soo dhoweeyo. Waa soo marra xadiidkii habeenkii nabiga calayhi salaam inuu ka hadlayay in la safro. Xadiis baa jiray, lacana alarda tudwa, alardu tudwa fi leyl, habeenkii ardadaa lasoo dumaa. Marka ama si xisi ah loo soo dumo ama si macnawi ah oo macno ahaan iyo qofka maaragtay sida uu ugu sahlan yahay safarkiisaas. wadwi cannaa, ilaahu noo soo duub cannaa, xagga anaga bucda safarka fogaantiisa. allahuma allow, anta adigu asaaxibu baa tahay kiinana saaxiba fii safari, safarkan safarkan aan ku jirra adaa saaxib noo ah oo macanaga ah oo garab iyo gaashaanba adigaan kaa dhiganaynaa. macnaha wey yacni bitaayiidi wannasri waa alraxma, intaba ilaahu adaa macanaga ah. wa anta fowqu sabci samaawaat, wixii ilaahay samaawaadka uu ka koreeyo, haddana addoomihiisa muxiid wey waa koobay, cilmigiis uu ku koobay, guush iyo nasriga iyo gargaarka iyo wax walbaba ayuu ka warhay, ogyahay oo siinayaa qofku rabo subxaana. waalkhaliifatu baa tahay midka khaliifka nooga ah fil ahli, ehelka, ehelka anaga reerka anaga aan ka tagnayna, adaan ilaahay ou khaliif nooga ahoo noo ilaalinaya oo aan kaaga tagnay wey. allahuma allow, inii acuudu bika, ilaah waxaan kaa magangalayaa, min waxfaai safar, safarka mashaqadiisa iyo shidadiisa iyo dhibaatadiisa yaraha kaa maangalayaa. ila safarku mashaqo badan buu wataa, daal buu wataa, xanuun buu wataa, waxyaalo badan oo dhibaatooyin ah ayaa ka dhexdhaca qofka musaafirka ah, ama shil ama wax kale ah. ilaahu shidadiisa iyo mashaqadiisa ayaa kaa magangalay. wa kaabat almanvari, iyo muuqaal murug leh. muuqaal kaabadu waa alka'aaba, waxa weeyaan waa xusniga iyo murugta qofka. marka muuqaal murug leh ilaahu yaan kaa maangalay safarta intaan ku jirro. wa suu'il munqalabi, gadoon xun inaan soo ku soo gadoonno, fil maali xoolaha anaga iyo ahli reerka anaga, oo soo noqodkana aan soo noqonnana, muuqaal aanan ficneen iyo qaab aan wanaagsanayn inaan ehelkii iyo caruur xoolihii kala kulanno yaroon kaa maangalay. xoolihii oo dhaqan iyo ehelkii oo dhaqan oo dhibaato midna ku dhicin, ilaahu nagu soo gadiyo, nagu soo celi wey. saasuu dhihi jiray nabiga calayhi salaam sii socodka hore. wa idaa rajaca, markuu soo laabtana, qaala hunna, kelimaadkiibu haddana ku hadli jiray markuu soo laabanayo, intuu allahu akbar saddex jeer dhaho, subxaana aladii sakhara lana, ilaa akhiri, ducadaasuu akhrin jiray soo noqodka. wa zaada fiihinna, wuxuuse ku dari jiray oo ku ziyaadin jiray markuu soo laabanayo, inuu dhaho aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun. saasuu dhihi jiray nabiga calayhi salaam, aa'ibuuna waan soo noqonnay, taa'ibuuna ilaahay baan u noqonnay, caabiduuna allahan waxaan caabudaynaa, lirabbina rabbigaano intaba, lirabbina xaamiduuna ilaahay baana ku xamdinaynaa, in safartaan ina nabad noogu soo dhammaatay, muraadka anagana aan gaaray, annagoo wanaagsan oo nabadana ciddaana ku soo noqonayno. marka aa'ibuuna iyo taa'ibuun labada waa noqosho, laakiin midna waa noqosho xisi ah, midna waa noqosho macnawi ah. aa'ibuunada waa safartii aad ka soo laabatay, waa xisi. taa'ibuunadana waxa weeyaan ilaahay oo u noqotay oo wixii dembi iyo xumaan ah oo dhan baad ka laabatay, ilaahay aad u laabatay subxaana wa tacaala. caabiduuna lirabbina baan caabudayna keligiis, xaamiduuna lirabbina baan xamdi ku xamdinaynaa, oo nicamta iyo galladda iyo wuxuu noo galay ilaahay saan ku xamdinaynaa subxaana wa tacaala. marka fiiri safarkii mubaaxa ahaa ee ama tijaaro ahaa ama arrimo kale iyo danaysi kale ahaa, wuxuu isku bedeli cibaado isku bedeli, shay iska mubaaxa buu ahaa oo safar oo dangudasho adduun iska ah, laakiin markaad aadaabtaa la timaado cibaado isku bedelay, oo ajir iyo thawaab baad heshay, oo sunnadii iyo hadyiga nabiga dabaqday calayhi salaatu wasalaam, oo ilaahay baa garabkaada ahoo macaada oo ku xoojinaya subxaana wa tacaala. marka qofka muslimka waxaa aad u wanaagsan ducadan ayada inuu si fiican u barto oo uu ku dadaalo, markuu baska fuulaayo oo safarta yahay, markuu diyaaradda fuulaayo oo safarta yahay, markuu lugaynayo oo safarta yahay, intaba inuu maaragtay adkaartan akhriyo, gaar ahaan hadduu raakib yahay wax saaran yahay, ducada ayada inta rukuubka ku saabsan ayuu ka soo qaadanayaa. qaala xadatanii zuhayr bnu xarb, qaala xadatanaa ismaaciil ibnu culaya ibnu miqsam can caasim alaxwal ibnu sulaymaan can cabdillaahi ibnu sarjasin qaal, sarjisin qaal, kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam, nabigu wuxuu ahaa
إذا سافر مركو صفر يتعوذ إلهي وحكمة من قلي جري من وعثاء صفر 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 كما شقديسا يدب كيسا وكعابة المنقلب قدون كأوسو قدوما يمد مرقل إنا نقطه والحوري يدب النقشاء بعد الكون مركو درجة يستكدب الحور بعد الكون الله مصقف كسوى مسلمها أو مؤمنها إنه حمان عقدي أيكون عظم وإيمانك يا إسلام مدي أوايو والحور بعد الكون إن عافمات كذب وقف حان صدى إن علمي وحبرش كذب وحي ودن هدنك مذوب هذا وحاس ودن إنه منصب يا سمعة يا شرف يا كرامة إلهي أوسيه وحي ودن هدنك وعندي زكبة حضو كبة حضو وحاس ودن بإلهي بلا جمع قال سبحانه آه وتحول العافية عافية إلهي سبحانه وتعالى نعمت إلهي أو كقف ككور يكتوي إلهي بلا جمع قال والحور حورك هو النقط نقط ويا من حالة إلى حالة إنه ظن الله يحور أي رأي له حارك حارب ما حار يحور حورا معنى رجعوا والحور يا كمان قال لي بعد الكون مركان هين درجة مرتبة صار قال روايات كمذا رابع قريان بعد الكون كون كنا وحويان والنعمة هي كمال هي درجة في عام كذب أي لولا جدا أو من تكوير العما إمامة إمامة قفك أكويرن وكره يعني قف منزل لها ومضحها ومقال لها وقيمة لها وشرف لها وما ندي سأده وانتها معنا وراج لها وكلها بتوحي ونموك عندي سكبحه ودعوة المظلوم مظلوم لقى قردرية هبار كيما إله وكام منقلب ديشري تاسنا لما معنا كجره دعوة المظلوم إن إلهي لقى منقلب كو إن ظلمك إلهي لقى منقلب وظلمي يقردر ربع هذا كل عين ومدك وماذا لقى فهمي من ذا منطوقنا وحويان إن مظلوم كي يسقى هذا نهبار كيس أقوله لا بد أن سامر كمان شريعة يكون جرته وحماه الظلمين سيد ظالم كي ونكوها بارين هدوكوها بار قال بها هذا قف كم وحمد جد مظلوم كا قف كم مظلوم كا ظالم كي بوها باري ولو قال بها هذا هدي الله ظلميه هبار كيس إله وأكبره سبحانه وتعالى سيهام بإله ظلمي يقدر تروان عبية سبحانه وتعالى ما أقوله سقنا نفتي سوا كحرمي الدميز روا أوديدي وسوء المنظر يوم أركتي يوم مقال حم في الأهل أهل كي والمال حوله آن كأرك ما كان صلابته أوحي وحسب دلين حوله وحن نقدين عروت سن نقطي إله وان كان من جلايا وحدثنا يحيى بن يحيى والزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية تحا وحدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسلام ذلا غير أن في حديث عبد الواحد بن زياد بوح متابعين أيه وحاسه كسونا في الأهل والمال أيجري أو مال كبه الرئيسي في المال والأهل بير مال كبه الرئيسي وفي رواية محمد بن خازم الضرير أسوي رواية ديسو أسوي حوية قال يبدأ بالأهل إذا رجع ماكو صلى بطو أهل كي بكب اللابي وسوء المنقلب هي الرواية كان وسوء المنظر في الأهل والمال صلى نقطك أي كب اللابي جري طيب وفي روايتهما جميعا لبضى الرواية بقى ونينك عبد الواحد اللي يراهدي ينينك اللي يراه محمد بن خازم أبو معاوية وحيسكون راعين النبي يجري عليه السلام اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر سفر كما شقدي سي شددي سي دبكي زان كما انغلايا باب ما يقول إذا قفل قف مركو سو لابتو من سفر الحج سفر حج وآذي مركو كسو لابتو وغيره هي سفر عن حج هي مركو كسو لابتو وها او دحايه كلي انت سو مري لو دراي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حو حدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها إذا قفل من الجيوش إذا ماذي يجيش كي مركو نبي الله صلى الله عليه وسلم ودقال كي وكسو الله أو السرايا إلى الله وكسو الله أو الحج حج وكسو الله أو العمرة عمره وكسو الله إذا أوفى مركو كره على ثانية ميل كرينه بوره مركو كره أو فتفد الميلها تاقه برمبرعوت كي كذنبورته تاقه مركو فوله كبر ثلاثة سدح شربه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليجري مركو ميل تاقه أفول النبي عليه السلام انت أو صعده ميل تاقه إلا يميل هوس وشيبة انت بوالغو صعده مركو ميلها بورها أفورا يقولك حجاز يقولك النبي وكونه لانا بورا يعو بدرا كبر ثلاثة الله أكبر بسدح شر ليجري معناه دون وحيفاء إذين إساء وكجر تماشا بعلماء ذليهين ميل سرهدات فرشه بشع السرائات فرشي إناد أغاتو إنه كسر رأيه وككر رأيه إلهي سبحانه وتعالى فالله أكبر من كل كبير وأعلى من كل عال
وكستو وين إلهي بك وين وحسر رين إلهي بك سر رين سبحانه وتعالى بالك لفتك لفتك إيو ويشك قريها لغفو ولا مركي لفولا إيو كوركوسي دلع عيسو الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد ذلك ما كانت كهو بني سارة سبحان الله بعد ذلك ما لا تاقى واسداس مركو حدويان وحي تاقى هو كر ريسانا إلهي بك كر ريو وحوال بابك سي وين وككر ريا هو سينتنا إلهي وكنا الزهنية سبحان الله بقى أولي ثم قال وحوليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبود حق حق وعابد حق مجرتون الله كاهن لا شريك له إله إلا وذاق ملها له أساوح له وذاق مجرته إلى سبحانه وتعالى هذين نقطة مامولك كونك الربوبية إيا هذين نقطة عبادة أولوهية إيا هذين نقطة أسماء ذي الصفات كيسا لا شريك له سبحانه هل تعلم له سميع كلا لا شريك له وحلو وذاق مجرته له الملك ملكي إستغم بإسكاله سبحانه أو كون كون بإسكاله ملكي كو تصرفه مخلوقنا اختيار بوسيه كو تصرفان قيامه مركي لقارنا واحد تصرف ورن دتك وعلاق قاضي لمن الملك اليوم بلليه لله الوحيد القهار كلي يبا مركا سقا وحشيان كروك لما جرته الدوية لكن سقا ملكي إذا إسكاله ما مولايا إركاس وحل لما مولايا مجرته نولك وحل لما مولايا مجرته سيد الله وطلق لدباليه قرح ذي أباريه برواق ذي جردي عافماتك تصرفك سوي سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وهو إلهك على كل شيء وحو والبابا قدير كي كاريس مضونا كروي ساسوليه النبي عليه السلام آيبون صون نقوني تايبون طوبات كاني عابدون عابدني ساجدون سجوني لربنا بكوة تنازعيا حامدون كحمدني صدق الله إلهي سبحانه وتعالى وكنبيي وعده يبوهيسي يبوهي ويبوهي يبلنتي والنبي سأقاضي محمد صلى الله عليه وسلم iyo jundigi soo dhanba uu yiri jundigaanada ayaa qaalib noqonaya iyo nasrigi iyo guushii uu yiri rusulshaan siinaya subhaanahu uu yiri iyo fatxigi uu u ballan qaaday nabigiisa calayhi salaam inuu maka u furi doono ayuu aaminay ay gari doonaan iyo in xisaabti isbu haysata ilaahay uu jabin doono kull hada waa wucuud iyo ballan qaaday ilaahay uu ballan qaaday waa ka dhabeeyay waa la helay wana sara abd wa adonkiisa waa u gargaaray muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hazama al ahzab qaaladi soo xulufaysatay ee gaashaan buurteena waajib iyo waxda oo kaliis markii maalintii madiina la isku imaaday oo ayo muslimiintu aaninna wax yeelin magaalada madiina iska jooga lagu soo duulay gaalo dhan isku soo baxaysata inay baabiiyaan wixii oo aan dagaal dhicin buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaaladi jabiyay oo dabeelo iyo junuud ayna arkeen baa lagu sii daayay wa kafallahu almu'minina alqital mu'minintu la dagaalka waa laga kaafiyay ba ayo qalabkoodii alaabtoodii leebtoodii seefoodii sidii u yihiin ayay soo laabteen guryahoodii ayay maarti dib ugu laabteen قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب ابن أبي تميم السختياني حو حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك ابن أنس بن عبد الله الأسبحي حو حدثنا ابن الرافع محمد بن الرافع نيسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع بكوريين عن ابن عمر عن النبي بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين تكبير تلبا مربا كتر الرواية أيوب رواية الآخرين أكثر وأحفظ معها وأرجح كواسا كراجح سن سداسا النبي قال ويقانيه إذا مركوا النبي عليه السلام إذا ذكر الله أو كبر أو دعا أو صلم وحلو يقاني ثلاثا سدح بقول لي منجري وتر كاسون إلى لنجر رسولك عليه الصلاة والسلام ترى إسدير إن الله وتر يحب الوتر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك با وحو يري أقبلنا مع النبي نبي من عيسى سو قدوني أنا أنيق يا أبو طلحة أبو طلحة وهو يدي قبيل الربيب وها يا وحيسا سريه فرس وصفية فصفية بنت حيي بن أخضب قبلنا سنة أحاس النبي هيدنا رديفته النبي عليه السلام أي فنقل أتهي على ناقة هش النبي عليه السلام بي لسارة تهي مركي خيبر لغا سو قدومي ويان وقبلنا تعانت مصر النبي سو قشي oo nasiibka yeelatay oo xornimo ay heshay oo umul muuminiin ay u dalacday awal waxay iska ahayd gabadh yahuudiyada israa'iiliyada ayay ahayd kadibna maxay noqotay markii ay sayyidul khalqi ay gacantiisa soo gashay oo si soo gashay wa umman lil muuminiina ila qiyaami saa'a ila qiyaami saa'a waxay u noqotay muuminiinta dhanba hooyo u noqotay marka fiirin manqabada iyo dalaca qofka sagaas uu ilaahay darajo qofku ilaahay darajo la doono isagoon baasinaya subxaana wa ta'ala يختص برحمته من يشاء رحمتي ساقفك الرب إلهي كو خصيصا على ناقتي نبي هاشي لصار ريت ومركي
وجورايي بيحيد مع ضمبا بوينو مسوى حر ومؤمنين وما أطمئن بكوجرتها النبي قال ضوء أسطراء وبيش على سيارة وحجاب وحجاجي ومؤمنين حر ويا ملي وحجابي وكرامي النبي عليه السلام حتى أمرك هشفوا ليس النبي عليه السلام أنتوا الله بدي سلوا لك لقي أي يريقو يستاقوا كفول هشا هشا رتيقوا كفول لو عوا يا قف دمر ويان إن مسافة طلابة الله قابيو أي إمارتي يأفي عن وأنا النبي عليه السلام وفيهسة هي الرحمة دي سي حسن المحشر مع مرضي سفي عن صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة مقال هذا المدينة الدولات كذا ما كان مرينا نوصل بحضي قال النبي إلا المدينة ما كان لقفق يا بورا لصوب مري بركة مقال هذا دوش هذه أيام سعطاء هوس بكامريسة مال يرى هوس أو نول أهو ضحا هاني كتالي وبي مرينا هو تقول يا إمران كور كامر كوري لقصة سعطاء يا بورا هي دوش كوري هوس بكام نقن حتى إذا كنا بظهر المدينة مدينة دوش هذا ما كان مرينا قال النبي حجر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أيها النبي عليه السلام فلم يزل كمزون يقول ذلك إنه كعل علم حتى قدمنا المدينة إلى مقال المدينة كسوق الله أدبوك على رسولك عليه السلام مدينة مركو أركب الدانت هذا كان يحرك حبل ناقتي ودقى جنجري ودقى جنجري رسولك عليه السلام مركو مال مسافة وكفه قل حريج أنوان سيسع الله إنك يسرع عيو واجعلان جري مقال هذا أدبوك على صلوات الله وسلامه عليه ومدينة الرسول الله أيال إلى هذا مدينة المدينة النبوية الوالي إلى هذا أسأل الله أمك عبد الله صلى الله عليه وسلم شرفتي سائيو كرامتي سائيو النبي عليه الصلاة والسلام بي مقع كويالتي وشرف قيمة كويالتي أسأل أنا حرم كدقي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإنه حرم المدينة وكذيج النبي عليه السلام قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي بمثله باب التعريس وعجوز أبسان يا التعريس إن لدقوا بذيل الحليفة ماشى ذي الحليفة اللي يرى هذا هذي لسوق قلاية والدقي مركا كان لقصي بحا يرى يضع سأنت اللي قد ذي الحليفة ميقاتك حجك يا عمر لقى حرمضها والصلاة بها إن اللي قدت كذا إذا سدر قفك مركو كقدوا من الحج والعمرة مركا هو رأي مدينة لقصي بحا يا ماشي لقني يوين جريوية حجك يا عمر كدي مركا ما كان لقصي قدوا من الحج عمر ما أعطنا أيضا والله سيما رأيه والقدت كنا والقو يردقيا سأسوى نبوي عليه السلام حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خرب بالبطحاء نبي هو الشيء وحفر فريسي بطحاء تقي مدينة ولا بطحاء جرته بطحاء مكة يا بطحاء مدينة التي بذي الحليفة بركة وتمييز واي التي بذي الحليفة وتمييز وعلى سوء عياه التي بمكة بطحاء مكة جرته مركة تقي مدينة تقول أربع مرة ذي الحليفة مرة ما قال هذا المدينة مرة يا هل كسو جبل أحد بذي حنتو كم مرود أن الضوء حذي قابع أي هكا كرش بايا مركا وحال هذا واد الحقيق بعد هذا واد المبارك وواد المبارك يزنا التي بذي الحليفة فصلى بها مكس النبي كنت كلي صلى الله عليه وآله وسلم وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك ساسو يال الجري وحدثني محمد بن الرمح من المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد نحو حدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا الليث عن نافع قال كان ابن عمر وحوها ينيخ بالبضحاء ما شابت حلي هذا فريق يدق جري ينيخ معنا ينزل هرتي سو فريزين جري ودق جري التي بضحي بذي الحليفة كنت علي التي كان الرسول الله نبي وهنجر عليه السلام ينيخ بها كيدق ويصلي بها كنت كذا قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان وحوها إذا سدر من الحج حج من كسر قدومه أو العمرة عمره وكسر نقضه أنا أخ بالبضحاب ودق جري التي بذي الحليفة كنت علي التي كان ينيخ بها ودجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن موسى هو بن عقبة عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر العدوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى في معرسه وحوجي من مكان الدقيسي ماشي دقجري بذي الحليفة وكدقجري فقيل له حالوي بسوى ماشي الدقن إنك أذق قيل من الله من السماء أتاني آتم رواية كرير أتاني آتم والله يجي من النبي عليه السلام فقيل له حال ويري إنك ببضحاء المباركة وحاج جوكتا تق بركيسا وادي بركيسا أياد جوكتا النبي عليه السلام يري ووادي مبارك إلى هذا الرئيس المذي رساسي كوي قانان وادي المبارك أي يري هذا إنك ببضحاء مباركة بعض أهل المدينة وحيشاقين وبركاتها وحاكم إذا أي أركين وأقول هريها علاش أي جري جرين هذا توبوين يا أنا أبيبي يقول لك والله هجاجي والعسرية على البيمة وارد لهان جرتي
marka togaasi badxa markuu biyo soo qaado roob aan magaalada ku diino meel fa ku daayo soo qaadi markaas ceelashi ceel walba biyo gali jiray oo buuxsan jiray oo buuxsan jiray قال وحدثنا محمد بن بكر بن ريان وسريج بن يونس ولفظ لسريج قال وحي بن حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي والله يمد وهو في معرسها سوى كجر ماشي ودقنا مذو الحليفه في بطن الوادي تقى حديثة شيفا يا حق على اللغه يمد جبريل يحب الله صوت ملاك بالله صوت فقيل وحال ويري انك ببطحاء مباركه تبارك يا سمبا جوكته وإلهي بركيه قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ سالم وحون الدجيه ماشي لدق الجري بالمناخ مكان نزولك من المسجد الذي مساجد كانها عبد الله ينيخ به كدجر مسجد عبد الله وكدق الجري أو ماشي النبي ودق الجري مساجد لقدس يتحرى وحكود ذلك الجري معرس رسول الله نبي ماشي ودق الجري عليه السلام وهو أسفل وكهو سيا من المسجد الذي ببطن الوادي مساجدك اللي قد يتقد حديثة ماشي ونبقى الدقي جري هوس بكير جرا بينه وسقي وبين القبلة وصد الحال يهي من ذلك ماشي مال الحيسة أيوها ماشي ونبقى الدقي جري عليه السلام بينه وبين المسجد الذي بني بعد في داخل بطن الوادي مساجدك اللي قد يسيو وبين القبلة قبلة يوصد الأول حيا مسجدك النبي عليه السلام ماشي الدقي جري من ذلك الكاس أو من ذلك الكاس وأوركي عبد الله بن عمر يا رمي عبد الله وسمن جري ومالي النبي عليه السلام ودقي ومساجد لقد ابن عمر وعلي جريك ميدك بعد كم مرتين بيدك بعد كم مرتين حقا سويان حقا سويان الساعه دقيقها وادي هذا هو فيرسن جري باب وحكو سابسن يا لا يحج البيت بيت كاس يا كعبه يا حرم كاس وما سو حجيو مشرك قال سيدي مكه المكرمه اي نقطتي دعنتي مسلمين ده او سو نقطتي وح مشرك هو قال لو قال يا مجرته طريقه حاجته طريق غير المسلم وظل غير هاجرته ومر كانت جدك ما انت حذي ماشي اللي يراه حذيبيه هذا قارن ودك دنكا ولا حنيسه او اركيس او فلا لا بخنايو طريق غير المسلمين وضد مسلمين وانت الحرم كلا قارن وي هلكاس كا غلايا نك ربا ميل الحرم كان بو غلايا مغالوين كا كلو عادي كرا لكن حرم كا وضد كو سو لهنيسه ايد حذيبيه اكتهله كبلابتا هلكا يدا لما اوغلو انو سو غلو لا يحج البيت مشرك مسح حجين كرو ولا يضوف بالبيت كعبدنا ما ضواف كر عريان وقف قاول رقم حمد الجاهليه ده باهن جرت ان يسقون جرين وبيان يوم الحج الاكبر ما انت قرانك الهي وكتل ما يوم الحج الاكبر ما انت اسنا ولا عدينا يا ما انت تهي او الهي يروا اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ما انت ايضا قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره حاء وحدثني حرمله بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان ابن الشهاب اخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره قال بعثني ابو بكر الصديق با ادري الى ابو هريره ابو بكر سنه 90 قائد الحجاج حجيد اسغا هغامن النبي ادري سنه 90 النبي وكهري ابو بكر وحسين دري كوح صحابه وابو هريره كميد يحيى ومغالدا مكه يا دوليد كده يا مينا يا اعلان إعلان مريا ودك أوغيسية أو إعلان يمحوها أوغيسيس بعثني أبو بكر بايد الصديق في الحجة الذي حجكي أمره عليها وأمير أغدقي نبقى أبو بكر رسول الله وأمير أغدقي أيها أنا إدري أبو بكر قبل حجة الوداع حجة الوداع وصلت كتبنا هذا سنة كور ريو ويسقالات في رهض بو إدري بعثني في رهض جماعية كوحب الراعيي يؤذنون دك أوغيسية في الناس دك وحي أوغيسينا يعني يوم النحر ما أنت يوم نحرق طبعاً كأيتها بشد الحجة حجينا من أي ولا جوغان أيها وحل أغيسين لا يحج بعد العام سنة كان كذب ما سوى حجين كرم وشركم قال وكوا قالوا يسوى حجين جرين أنا قروا أن أمن سنة بإليه جرين وعيالي الرمي سنعيم بكميده مشرك بكفة دوية إلهي بأن له وحيدة وتوحيد بها ماشا الله وطلق علي إلهي إن له وحيده والله توحيد سيد الله قد نواده مشرك أن وحيده هين الله ما أقرأ ولا يطوف بالبيت كعبدا ما ضوافك عريان قف دمو قاون قف دمو قاون وصلق صلق لينايا والله انتو صدقتي قاون امر رقيا دمر الله ماكي كلا لير بركي نحدا خذوا زينتكم عند كل مسجد بركي نحدا لير وحاس خرافات وي وصام الرئينا اي نمان كرير قريشات اي دادك هرو سنجرين وي قمي سنجرين وي ديه جرين اما درنا قضو اما نقا عاريان قصين هديك الدركة كتب يدي دمي قم مليقنا كما حجين كرتيد وكما دوافك كرتيد بيت كيلا يبدي جرين أيها الاستهيرة يا استسكينا يا
صدح بقول يوم نحن صرنا بأقف فريان يجوا قالا ما قدرت كلام حوار كان إنه يهدم بي ضد وطاع الله هذا إن جازين وركوا حي هذا كأمر تاجلهم بهذا أجانا هو على مروجيه قال ابن شهاب وحيري فكان حميد بن عبد الرحمن يقول وحريجري يوم النحر معناته يوم النحر يوم الحج الأكبر وي من أجل حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة درتيس هي آيات ما كان لزقوق بتو إن معناته يوم الحج الأكبر إلهي سبحانه وتعالى وغيسينا يدتك وهذا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. إن الله بريء من المشركين إن المشركين بريء لغاية ومسلم يقال ضمبه أنا وذيقي ودرس لقادين مركا إيو إن لدري معناته يغي طبعا أي بشو تهي يوم الحج الأكبر قرآن كأول شيء يفعلك تطبيقها سكدر هل كان معناته إني تايبا صباح يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر روحي النقطتين ومعناها معناته أيضا دعاية معناته اسمها دعاية لح عمل بعد دعاية لح عمل يا معناته كريه الله سبحانه مركي معناته ديال من اللي قاله يو من إنا انتي الله بريو ما بيتم منا إن الله بريو سبحانه إن لقاك الله وإنتس بعد الإحراب عرفنا ووقوف عرف كريه عمل كلا جرب إله وادون صلي ما أنت عرفه إن الوقوف كسم يس بعد الزوال مزدلفان هبين كان تدبر إذا مشعر حرام أردت إلى كدر عيسته وإن كمان لكن هذي النقطة ما أنت الطبنات ليه عمل بالله كمان ما أنت حاجة قبل لا تورت يا يقان ولكن ما أنا حاجة قبل لا تورت يا ما أنت حاجة قبل لا تورت ما أنت سيسة ما أنت بنجوجنا يا هبين بنجوجنا سلامته ما أنت حاجة قبل لا تورت مما كي قرعة الصوب بعضها ما يستمرك واقبريو بعد ضلوع الفجر السادق سوما وكا ما علم باب الله باتي بالدليل انك صائم كاسقفك سومنا خلاص صوم كيسي انتدم ممعوني كان وبرك واقبريو مالك وحضر كيسا ثم اتم الصيام الى الليل ايوه فكلوا وشربوا انت اودع حيسا ما علم مالك ما علم تاسي مالك وحيكب الله باتي ضلوع الفجر صباح ده طبنك ابيشو التهي waaga xagee ku bariyay oo maalinnimada ay kugu bilaabatay musdalifay kaaga bilaabatay kow marka maalinta waxa la bilaabi wuquf mashcarul haram mashcarul haram wadhkurullah inda mashcarul haram wa amalka kubada la qaban way laba min alla iman oo jamratul aqaba la toorani saddex xala sameenaya gowrici iyo xoolaha la gowracay afar xalqi iyo timihi oo la xirtay ayaa la sameenaya shan dawaafki kaacbada oo la dawaafay lix السعي بين الصفا والمروة لحظة عمل بها معانتها لقمان سادرت يدبع لهم رعب يوم الحج الأكبر معانتي حجك وين حجك حجيرة معانتي دريم أيان يسفع عن معانتها أي عمل كحجك أي رب حق لي سيحق ومارت رص أي قرين معانتها ويان مالك يوم الحج الأكبر معانتها صلتها باب في فضل الحج حجك فضل جيسيه والعمرة عمرة فضل قوضة ويوم عرف يا معانتها عرف فضل قيلاذا حدثنا هارون بن سعيد الأيري وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس ابن يوسف يقول يعني عن ابن مسيب قالت عائشة وحيتري رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجري ما من يوم ما المجرت أكثر كبدا من أن يعتق الله إنه لا يحريه فيه يوم كقذيس عبدا أضام من النار النار وكحريه من يوم عرف ما أنت عرفه ما لن أضام إلهي النار وكحريه كبدا ما أنت عرف مجرت يوم عرفه ما أنت خلق بضنب نار إلهي كحريه وإنه الله سبحانه لا يدنو وسودوان ثم يباهي إلهي وحكم ما رتفانا يا بهم ذاتك سوعجي الملائكة ملائكة وأمانت يوناق إليين حجيدة إيا ذاتك ضيوف الرحمن مرتدي إلهي بالي رهداي أي إلهي وحكم ما رأي يا ملائكة أو مقشين يا ملؤ الأعلى أي إلهي كل شيء يا ملائكة بو مقشين فيقول وحليهي ما أراد هؤلاء سبحانه إلهي وحليهي ما أراد هؤلاء كوم حيدون يا يعني ذات كان إماضي من كل فجر عميق بركوا ذي بدروا الله بقوا كدوبا قرح ذا تاغن المينا إياه ماشان تاغن إلهي بريا يقع ما كنوا تاغي ما أراد هؤلاء محيدون أيام استفهامكم ماها استفهام الاستعلاب ماها استعلاب ماها إيو حويان استفهام التعظيم ويان ما أراد هؤلاء إلهي وأبيا وحي دون أيام جنة دون أيام دم الدف بيدون أيام عتق من النار بيدون أيام رحمة بيدون أيام الدنيا آخره اللي يقول يسوي دون أيام ذاتك عجاج وحاسي دون إلهنا وأقول يا سبحانه وحكوذا وتوويه هي تشريف هي موجين هي تعظيمه بل فيه ذاتك عجاج محي دون أيام وحاسي دون أيام إلهي واصيرا يا سبحانه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان
عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة عمرة إلى العمرة عمرة كان لا جاره كفارة وحال ودافع دم بجار ودافع يأتي دافوي لما بينه وأن تود حيز وحد دم بجار ودافع كعمر كعمرة دم بيقف كوالله دافع يا أنت ود حيز والحج المبرور حج كالله بار فلينا ليس له جزاء إلا الجنة جنة وحانهن أبا الجد كي زمالها حج كمبرور كا جزيز يا أبا الكيز وجنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع الرباء إن ود ذا إنه نقض حج كمبرور حج كنا مبرور وحنا قاني كو إخلاص يا الله درتي إن يدونك لبا متابعة يا نبي عليه السلام صدوا حجية يا عماش النبي يسوع وقبتي إن لا إله عليه سدح محظورات كي يا وحي اللي سكوت جديد إن اللي سكوت دوره الله يفوق هذا سأفر إن رفض يا فحش يا جدال يا ضاد يا إيداء المسلمين ده كنبك هذا إن لسكي إله عليه ده كلا ابن أنت حجك اللي بجيره أنا ما صوت نام قف كمركو إله عليه حد كي ساز وحنا قن حجر مبرور ليس له جزاء إلا الجنة جزيس وجنة جنة ضر وغاية يسعى به يسعى إليه الصاعون أنت عمل فريسة النفع يا النفيس ببحينيسة إهبين يا مالين بشقينيسة أصب رئيس عبادة يا تكاليف تأيو أعماش مشقة يا أصب رأي أنت صوت نمبا وحي هيكسنا يا أي ربان إنا يقاران جنة يقارا يا جنة يقارا بيرهدنا يا مركة جنة دي وحيالا لوهي لأي ومروا بنانوشي يا جنة دي وحيالا لوهي لأي أعماش صالحة دا قودهان ميلا قارا هو سيقارا لو تلمامي أو جنة لو قارا حج صح أو بقول كي بقول كوها قاقي جنة لوهي لأي وحدثناه سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن ناقد بن بكير وزهير بن حرب ابو خيثمه قالوا حدثنا سفيان بن عيينه حو حدثني محمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح الحاء وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا ابي عبد الله قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي جميعا عن سفيان كلهم عن كل هؤلاء عن سمي بيكورنا يا عن ابي صالح السمان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك او سمي هدا يكورنا يا مولى ابو بكر بن الحارث اي جد والمتابعين يا مركا ضمانتود سمي بيسكو يمادين ان سو مراي انه مولى ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يروي انت بدن ابو صالح السمان بكور يا سغنا قال حدثنا يحيى بن يحيى والزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الزهير حدثنا جرير ابن عبد الحميد الذبي عن منصور بن المعتمر عن ابي حازم سلمان الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري من اتى هذا البيت ننكي بيت كان اماده كعبده ويانه فلم يرفث حج عمره كيمد فلم يرفث وحالله وحي فول حما ودنا واسك الى اليه لما ايمانين فحشك كلامك يا هذلك يا فعلك يا وحي هوينك كسابسن اسك دوره ولم يفسق فاستغنى مكلنا أن لا إيمان رجع وصلى الله بنا يا كما ولدت أمه هو يدي سيد الشياوك عليه سيد هو يدي كل الشياوك عليه أبقى هو يدي بركة لا يسوى وبريء الذمة ذمة دي سوى بريء وحل حليه ودق نقيه وحبي راته ذنبي أو صحيفة دي سوى قد يسوى وقر المجرته أبقى مركة سقر الساس وصلى الله بنا يا هذا علماء كم هذا وحي رعيان قيد هو إذا اجتنبت الكبائر حديث كلا عدي العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة الصلوات المفروضة الصلوات المكتوبة والرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة نعم مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كبائر يدون توين دي لقف بفقاده وعلو نافية الصلاة دي أو حجك يا صلاة كفل بضن حجك الأرك يسأل أنت أمان الله الصين يا أجر يا ثواب وش يا صلاة كفل بضن أو كأجر بضن مركز صلاة الساعة سيد بهديل إذا اجتنبت الكبائر باقفك الله ورده فايا كبائر تدوكف قال يدنو تواوين حتى من باب أولى بدهن لكن فضل الله واسع إلهي فضل جيسا واسع ويان عبادة هذه النية يقلب في عين الله رأي ما هذا الطوبات كان الوضح وضعه وفقا سقع دم بجيسا ولا دافايا وحدثناه سعيد ابن منصور عن أبي عوانة الوضاح وأبي الأحوص السلام أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي قال حو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مسعر بن كدام وسفيان حو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كل هؤلاء لما أنطد عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفض ولم يفسق قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه طيب بمثل متابعوي باب حكوسة بسيء النزول بمكة مكة ولا دغو للحاج قفك حاجك انو دغو
وتوريث دورها يدارها إذا إن لك على دحلي إن ما كده يكرته أو أما جوري كجالة طباس كجالة الدكتور إن البنان تهي إياه إن لك على دحله ومسألة فوق هذا أي كهذا لان أو أي مدونة إسكو هيان أي مت أي مدونة إسكو هيان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سو حدود جري مكا جريه إذا لما كلا جذن كرو لما نملكين كرو قبل الله لغفك إماذا وحويان ومشى سقى ولست مياه وعيد المسود لسنجل سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد كتسيد قرية ككرك إماذا ولست مياه. أما إمام الشافعي رحمه الله سقى حدود جري مايا ولا نحل كرا ولا جذن كرا رمان يحديث المسود لسنجل قار علماء كمدة وحكلا قاضيا بين ملك عقار مكة عقار مكة ببيع أو عقاركم كلا قاضيا الملك الاختياري الملك الجبري يعني قفك وحياله وحلقون ملكية وحلقون يشوا منه وبيد اختيارها بيع يشراء يشقاط قبطي بعض حالك ويا لم منه وبيد جبري أوه أذى أذن أود أذولا أولى ذهاي ما هي وابق قفك أبو قافل دحلكي وكلوي ودحلكي قفك دقف كان انت ايل كيسا دخلوا كله هي خولها دخلك وكو هلايه وا جبري وا عصا كركه فولاي او ونا سو شقيسنن سادرتيد بونا دي كرن انت لا قيبنايا قسمه انت كدحايسو اني كوما جير ما دي كرو قسمه وا ان دحدا او ميراثك يا دخلك او سيده قرانك او كوشيغاي اهل الفروض يا عصبه يا ولا ارحام ان هرت لا قيبيه ملي قف ولا وخي كوسو هاغاغا او ييشو ايو حدو تنازل قف يا دو قف سيني مركاس لا سمين كرا امركم هره واخا وي رقم انفي وسندلوا وا واخ او من الله كدعي ويانا وتشك سارم تاس بك وحيلين هديتها دولك مكا شيء جبري او دخل ولا يلان كرا لكن بيع يئب ما يبي دهن ساس يراهن امام ابن تيميه اسا وحو ليه بين تملكي يو وحو كلا قاديا بين الايجار ها قف كرا سوا وا يلان كرا ولا هان كرا لكن غورغيسي دولكيسي هوتيلديس مي ايجاري كرا يا كدغل سمعنا ايجار لم ايجاري كرا دتي وقف كي امادله ودغي كدبنا اسك تغي غورغ اسا ما اسكله لكن نفعي ولا ودله نفعي ولا ودله هي مسلده اقواش هسه كجرت تقريبا لكن امام الشافعي رحمه الله تعالى مذهب كيسا حوق بدان ادلانا كعد ان لكلا دخلي ان لكلا غتاي عمر رضي الله عنه دار بو كغتاي صفوان ابن اميه او حبس يسجن او تلا غلي الى قديم الزمان وحديثنا ساسا لو كلا غدنا يا مكه يغريهيدا سواء العقفي والبادنا وحرمك يا كعبه يا مسجدك كو ويان. قال حدثنا ابو بكر ابو ظاهر وحرمل بن يحيى قال وحيد اخبرنا ابن وهب أخبرنا يورس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمر بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال وحير يا رسول الله رسول الله أتنزل في دارك بمكة دارتي مكة كلها جرتين يا ذلك أبو طالب يقولك يا ذلك جرتين هل كمية بردقي أمرك مكة لفرنا أي ولا ويدي حجة الوداع أنا ولا ويدي فقال النبي عليه السلام وحير وهل ترك لنا عقيل عقيل بن ابي طالب مو خو نوغا تغي من رباع وحدله او دور وح غريا ميو نوغا تغي احمد نوغا بتغينه مركي النبي عليه السلام يا علي يا جعفر يا اي تغين او جعفر يا علي و ابن ابي طالب اسلامادودا وي هريسي وها غالمدا كو هري عقيل يا طالب ابو طالب كوميد كلو كون ييه طالب لدي جري طالب يا عقيل عقيل وصى اسلام مكي دنب طالبنا وا لا وايب ليين قاركود وقيل مات على جهل في الجاهل الكفر بقول انت والله اعلم اي يراهدان مركا لبدا داسا مركا ابو طالب لبدا سا دخلي لان ابو طالب حيتوسيس حديثك انو غالما كودنت جعفر او ويلكيسيا يا علي او ويلكيسا دخلك ماينا جلين لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم دخلها المسلم يا قال انت قالده هيد او عقيل يا طالب مركا قالها ام با ابوهود قال كا دخلي جعفر يا علي دخلك كومين جيرين او مسلم يقال بها يانا وموانع وبناك التقنية ماذا كان ماذا الجمهور ويان إنان لبضع الرعبة إن سدح الكرين وقال علماء كميدها قراء إن ننك مسلم قال قرابئيه ونحر كلا لكن قال كمسلم ماذا حكاله الإسلام يعلو ولا يعلى يعلو ولا يعلى أي دريشدين لكن حديث المحاكوعط إن جعفر يا عقيل وحجة جعفر يا علي أين نحرك الكرين يا نحري عقيل إيوه ضالب بعد نحري نحرك ودين النبي عليه السلام حل قاعد دعي وحي سيدا كم ملكيين وأو إثباتي وأصغى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سيدا سوصحكوا عمرك قد عاي مركاسي وقد عاي وكان عقيل وحوها ورث أبا طالب أبا طالب وأبو هذا ودح لي هو أصغى إيه وطالب وطالب بعد حلي ولم يرثه جعفر جعفر إيه ولا علي علي من ذنبا شيئا وحبا أبوه كما ينضح لين لأنهما كانا مسلمين
labadoodaas muslimiin bay ahaayeen, muslimina gaal ma dhaxlo, wa kaana caqiilun wa daalibuna kaafirayn bay ahaayeen, gaalada waa isdhexli kartaa, saasna waa kuwa cadeeyey. Halkaa marka in xoolihii lakala mulkin karo oo ay suureebayso qofka inuu dhaxal ilaa wixii dhaxal loo ogolaaday waa mulki waay, waa yeeshay. حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل قدم بالريح قدم وذلك في حجته هل كان حقوق شيء حجة الوداع عليه سؤال شبك الودي حين دنا من مكة مكو سنة وهذه فقال وحي وهل ترك الله عقيل المنزلة موحب قرية جلبة قرية عقيل توقاتي أرد حلي كدب رمك ظنين وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا الروح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمع بن صالح قال وحير هذه حدثنا ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال أسامة وحير يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وحقيت دقيسة وذلك زمن الفتح بيهيت تنى مكبك الفرنايي قال وهل ترك لنا عقير من منزل لكن يحوده ذاين فتح مكيهيت لأنه حوو يستبعد وحال يربعي تسري إن أسامة هل قضياء ونبقى الله بشير ويديه أستقوا فتح مكة نبقى ويديه أو أقول هل ترك لنا عقيل من دار dhal ninkaas ku wareegay qaatay in hadana fadhxumaka ee waxa uu jeeda xajatul wadaa oo bacda sanatayn hadana uu su'aashi weydiiyo marka qad iyo kuuna hunaaka wahm wallahu aalam laakiin labadaas xaalaba labada riwaayada way soo arooreen saailkuna waa un Usaama bin Zayd mas'uulkuna waa nabiga sabab su'aalkuna waa isku halo hal sabab weey su'aashu baabu ma jawaazu liqama iqamadu baabu jawaazu liqama iqamada iyo nagaadidu bimakkata makka lagu nagaado way banaantahay للمهاجر منها دكي مكة كهاجري واجي هري بعد فراق الحج مكة حج كبوغان والعمرة اي بوغان وحد كنا غان كران ثلاثة ايام سدح بري بلا زيادة او حلو قدري كرين سدح بري بس جوغا يان مهاجرين تي مكة ريال مكة هانجري اي كل شيء اله درتي مكة وقع عربي اي الدين درادت واجي دنبي اي مكة قعنت مسلمين تسوق شيء هدي كوي معادين حج عمري كوي معادين سدح بري بس اللو قريه معايا يري alla dirti bimaasha uga tageen meesha ilaahay dirti uga tageen inay hadara wadanka dhigtaan oo si degan ma fiicna ma fiicna nabiga kana calayhi salaatu wa salaam wakii ka haajiray ee aan markaasii dib dambar ugu soo noqon wax degid ah xaj iyo umro uu iimaan ka dib waa ka tagi jiray sallallahu alayhi wa sallam saddex bari wixii ka badan waxay noqonaysaa in qofkan uu wuxuu noqon bacd al-iqama iqama fi makkah ba'da thalath ka'aid fi hibati bayn كعائد في هبتي قف وحو هبيي ولا درتي وبعيي سو عشري وكله والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه سماهن اي انتو منتقي منتقي زي كون نقضي اي نبي كشبه قفك انتو وح هبيي وح بعيي وحي زي دبه والله ابتاه صدرت صحابضو صدح ذا بري كدب ومسي نغان كران وكسف راي وكسب حيان مدينة يكون نقر ايان حدثنا عبد الله بن مصلبة بن قعر يمهلك يمهدين حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل سائب بن يزيد بويدي يقول هل سمعت ما مقش في الإقامة بمكة شيء مكول قلنا هذا بالنسبة للمهاجر ذلك المهاجرين تاع وما كم مقش فقال سائب وحير سمعت الأعلى بن حذر من بعد مغري يقول سأقول سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مغري يقول له للمهاجر قفك مهاجر كوحوصك ناري إقامة ثلاثة زد حبرين قلنا هذا يا أبنا بعد السدري مركو حاجك كسوف فلو كذب بمكة مركو مكاء حاجك يدي وكسوف فلو oo saddexdii bari ee mina way soo dhamaato nafrigii iyo geedigii mina laga soo guuray kadib saddex bari oo diyaar garow ah waa loo ogol yahay wax ka dambeeya waana wax kaano yaqulu la yazeedu alayha kama ziyadin karo qaal haddana yahya bin yahya qaal akhbarna sufyan bin uyayna ana abdurrahman bin humayd qaal sami'tu umar bin abd alaziz yaqulu julasai dadkii la fadhiyay wuxuu ku yiri umar bin abd alaziz in kii jira qiimaha badnaa ee khulafada lagu tiriyo imaamki aadilka waha ee qiimaha badnaa oo cadaalada haakimka iyo xukunka in cadaalad lagu maamulo si wanaagsan oo hufnaanana dadka wax loogu hoggaamiyo loogu maamulo waxa weeyaan lisaanu sidqin fil aakhirin baa laga helaa in dadka dambe ay ku xusaan oo ku duceeyaan oo raadkaadii iyo taariikhdaadii ayna baabi'in ayaa lagu helaa aakhirana cadaaladaasi ajir iyo wanaag baa lagu helaa laakiin qofkii kale qayru madkuur way qofkii kale cadaalad wax ku maamulin wax sheega maaha sidaa darteed cumar bin cabdilcasiis intaas oo waxa ka horeysay niman umara ah oo muluug ah asaga kaliya aad loo sheegsheegaa ammaantiisa qofkii la arkay laga hadlaa xataa cadahu bacdu ahli cilm min alkhulafaa bay ku tiriyeen khulafaa walarbaca afarti khulafadaha yay shan kaga dhigeen yaquulu lijulasaayihi dadkii la fadhiyey wuxuu ku yidhi maa samictum maxaad maqasheen fii suknaa maka maka oo la dego
فقال سائب بن يزيد بها وحيد سمعت العلاء علاء بن مغلى الحضرمي أو قال العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة وحكونا قاني بعد قضاء النسوك عمل كي سمركم بقى ثلاثة سدع بريم اللي قاله قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا يا أبي عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد بسؤالي فقال السائب بأي سمعت العلاء بن حضرم يقول سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بها المغري ثلاث ليالي سد حبين أيا يمكثهن وكنا قانا يا المهاجر وقفك بمهاجر كابمكة تمكة كهجر وذي بعد سدر مركي حكي وكسو فلو من كسو النوض كذب وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق من همام أخبرنا من جريج وأملاه علينا إملان وأنه يريه أخبرني الإملاء وكمديا من طرق تحمل الحديث وكمديا إملاها أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن صائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر مهاجر كالنقاشي سوى بمكة وكنا قاني بعد قضاء النسوك عمل كسبر كل بقى ثلاثة دحبلوي وعزة دحبلوي كبضان رموقر ولذلك صحابة وحيات أن عجرين إن ما كاكل إنتان ما كان يكون انتهى وين عجرين ويكون البهار عجرين حتى قال عليه السلام لكن البائس سعد بن خوله نقول انت سعد بن خوله جبنا عليه السلام وتعزينا يا يوتعزينا يا سعد رضي الله عنه وكانت لو على علي لها وخلفوا عن اصحابي يا رسول الله لكن يا لو ريبي مركز ادعي النبي عليه السلام ويجري الى يو اصحابي سغودهانا وادعيي اللهم امضي لي اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم اسر ادعي وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلق أخبرنا من جريد بهذا المثل بعض الحكوس أبسنية هي تحريم مكة مكة إنها حرم تاي وسيدها وقعد أيضا والله حرمي ولو مدى وانكره انت حرم كحدود ديسة وخلاها نقار كذا يا عوز يحيالها نقار كذا قابانا نقار كذا أيضا لو مدى وانكره ولو محلو ليسنكره وشجرها قيده أيضا لو مدى وانكره مكة ولقضتها بعضي ذا مكة إيوه alaab maka oo meel taala qofki arkaan iskuma taaban karo lama qaadi karo illa limunshidin qof yahdinaaya ala dawaami waladki waligi mooyeen qofki waligi yahdin mooyeen ha oo luqadada waa alaabada dhacdada dhaha lacag iyo dahab iyo wax badalatay dollar iyo meel taala asku taaban asku qaadin qofki waa ka fogaan kan waa ka fogaan kan waa ka fogaan ugu dambeyn kiil haba helaya asku dhawaanina wa luqadatu illa limunshidin ala dawaam ki qaadase waxa laga raba waligi inuu yahdiyo oo asaga hadu dhintana ورثتي سيدت قد حالك سلا أي هذيان كوا هذي دنتارا كوا كذب أي هذيان ورجع سامي كوس عنيسة وعليس علبوا ولقنت قشري لكن هذا والحمد لله وحلي هذا وكالئي النيابة جرت شرع وقولي هيو حفيز بعض الله فري أو مكاء يمسد الحرام كيا له مكتب كاسي وحالق وحقوق وحالق حالي هذا مكتب المفقودات حال هذا مكتب المفقودات حفيز كوا حيالها الرمي ما قال وحيد رماد أركته كوا بلغي يا بابا حد كييمد إنه هنقول حما كنا عضو إسكاب قاتئ قف كي مركا آمنه أرك إرتوق هذا ماشي سوجينا يا وذكر سبب حجيدي أو ما أنتوا نتاعن أو لو حاس أقول ما إير هذه ما قص الله هري أو كنا لدي وي وألقوا بحي الله ما هيو أي الله ليه مركا القصص إسكاب ديجا صار قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذري قال أخبرنا الجرير ابن معط جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بحير يوم الفتح ما أنت مكلا فرتي فتح مكة لو جلاية لا هجرة هجرة دم ما جرتوا أو مكة لا هجرة مدينة هي ملك الله عرارة سبب كاني سبب ما جرت مرة إيمان دونته وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام سبب دم مكة الله عرارة أو الله قحي ما جرتوا محيي للدار الإسلام سيئون نقطتي دب دم قاله وما قرصن دونه وهي معناه ولكن جهاد إن الوجه هذا ولا الدفاع والنية النية الله إيمانه يا للرباء المسلمين تعالى كعنت الله كبحن إلهي عنايتي سي حفظي سي وكدرتها مسلمين ترى وين أسباب تلا ما ظن الدفاع عن وإذا استنفرتم هدين أنا قبل حصد الباب بحنا له وإمامك يهجانك مسلمين تعالى نهان قال ذي وان لدى قال إن الجهاد أبحى فانفروا بحى بالي أمرك هو أمر الوجوب وجوب كاسر وعيني وفرض العين وي وهي كمتها المراحل واختيها حال ضها وحجك وجهادك ونقضه فرض العين جهادك دور دور واختبه نقضاء فرض العين نقضاء انت كلا فرض الكفاية جهادك لكن مربوح ونقنا فرض العين قفك استقوى مسلمة لقربة انو قاله دقال كاسو دين تيلاه الدفاع يددك مسلم كي ارض الله مسلمين انت بينه الدفاع وحاكم اذا هدو باق قود يمادوه قان مسلمين تا ايلي ان يمدح المسلمين تا ايلهان دقال بانقلينا مركا وان نوو الباب ورن كي قاشان كيسي
يهبكيس وقاطو دغالك قلال ربا حتى النساء حتى الأولاد وح الله وحي واحتركة وين بحان مركا يغا أما محوها دتك مركا اسكري كرة دتك كري كرة وإذا استنفرتم فانفروا بحا وعارين تاسنا سيئت كرة يسيح جناية قوله سبحانه وتعالى أيانا مارت النص وقعدوا دليل واه أجري يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أي الله إليه وقعنا لنا يا ما حاب عي أو مركي بحان لي رأوك سكولة جنيزان بحابا لنجري مركا وإذا استنفرتم فانفروا مركا كوبادو مركا لبادنا حبادو الشيغان مركا يسكو إما التقاء الحرب دقال بعد عي مسلمين تقارد مركا ويس قالين مركا سنة لما أقلو إن لقبح دقال كي لقبحو إن لدقال لما فرض العين من قرية لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وكسوا عراق العز إذا استنفرتم فانفروا إيا مركي مسلمين تلقب صدوه أيضنا وقالوا أي مسلمين تلقب صدوه إن لسكك كريه له واجب ويعينه وقال يوم الفتح ما أنت مكلف فرت النبي وحوج الفتح مكة إن هذا البلد بلد كان مكة حرمه الله إليه بحرم كدقى يوم خلق السماوات والأرض سماواتك أرضا عرك ما المت إليه أبوري يا حرم لقدقى فهو حرام حرموي بحرمة الله إليه حرمة ديسا يوم القيامة إلى يوم القيامة لا قيامة لا يقاره وإنه لم يحل حلال ومن قنن لقيت القتال القتال دقال ما حلاله من فيه مكة إلا قد قال لما لأحد قبلي قف إقه الرئي لو ما حلالين ولم يحل لي أن اللي ما حلالين إلا ساعة من النهار ساعة أمان تكمرة أماني اللي حلالي من الصباح إلى المساء وبرقي أرورتي إلى أيو عصركي إنت سو النبي عليه السلام هو القل مكة وكو جلال قعنتها وكو صدقي فهو حرام هدى وحرم النبي عليه السلام بحرمة الله إلى حرمتي وحرامي إلى يوم القيامة لا يعدد وكمرك حرمك أسباب تمرك وحيانا الله قالين لا يعدد شوكه قضح لي سحة الله ما قولك قيلها قضح لي مكة لما قولك وحاول من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى هذه اللي يري قيد قضح لي لما قولك قيده مراها لها إن قضح لي لهين إن ضرق يوحد باتو كاسو قارب عن لهين يا من باب أولى هذه كي قضح لي لهالي لما قولك هل كان علماء قاربة وحيليهن قضحها قيلها قضحها لو موذي وحبا يقنبان ذاتك يقنبان وحموذي ايه ذاتك نبينا النبي وكي اقل على إلا الزوريو او انت سو حيوانه مكي حرم كقديث القدري وكسو مرأي معا اللي ودي ذي وفرق لو دحية قياس كاسر وقياس مع الفارق حيوان موذي اه او كسو ويرري وهذا كقصو مقن يقين ماشي سيئة لو انا اطاق تعذيب الموين انكو ايمانين اسكو ما قياسا كرو مكا لا يعدد شوكوب النبي عليه السلام قوينك وقضح ذيزة ولا ينفر سيده وقعد مكا وقال ما كان جوكتان لما اري كره لما في جنكره قول لي اذا كبدا هذا ماشا قول لي اللي هذا يا رحم رحمه وما كان عربين الا في جلما وقالوا ابا نقص هذا اسك بوتو دم لها لكن نقص دو تشعتر هذا عيرسو تاسا لا اوغلين ولا يلتقد قفكم مقاضا الا باديده وحي بادي انا لقادي ما لقدت ولا جيدا الا من عرفها قف يهدنا يا ورغي يهدن موين ولا يختلى خلاها وعيالها النجارك ايو جيدها غاغابا لا تشري ما هيو فقال العباس له وحير يا رسول الله الا الاذخره نغار كاتير لما جرى جيدا يريت لما غرايو نوغا سو ريب اذخركا ذكرك نوغا سو ريب جيدك اذخرك لي راده اما عوسكا وا نو عوس اه او سيده دربدو كلا يار يار عوسا ويان كان نوغا سو ريب اذخر بالدها حي ذاخر حافظ الله بجرت دمك حي ذاخر مركا الى حد هو استعمالان او مركا ددك حبالايان الحدكة ماشي الحدكة أيه أنتي اللبن كي يروح يسوق جيام بيع عاوز كنا وصينا ضابي وحلوين شيء بقى يس قبصنا يا يكون الشيان محيط فإنه لقيرهم اذكر كأوحان لو مرمينين إنه لقين لعاوزون هذا لقينهم قين قين كره وحداتك قوة تما الله ذا بره تما ووظيفة الشقي حرفت في عنا الله لجم لجم مرمي كرينا ذاتك بهيني إنه مركون يدو يجير جرت تما الكبره تما وقدت كمارت شقذاس مهم كأهيا عبنا من نهان جرينا دت كدمبة يا قلاش دمبا ديبو حلا والله بتي جاهلية ذي إياه ليديتان كي حق رادي من ملاه تاجن أو عن شقي زينين أو حبق غيرينين يعني نيجي ليدي كيس مالايا أو حوج كيس مالايا أفكو كتاعي أو تمال ويا كناعي نبي رحمة الله عليه السلام وحوح على لسان أو طيب سواح لعنه قفك قعنتي سواح قبطي مرجو حلا فإنهم لقينهم قين كذا دت كتمالها
ضرب كوريا ضرب كوريا وحاله يلا هذا ونبت شديد الاشتعال وجد هرديس أيد أذو درنتاي سام لا تبسين ضبكه ما كسر أذو راقه أول لا يا فإنهم لقينهم والبيوت الجريها نوي سارتان وسانقاف بكديكتان أو هرر إيو معها واحد كرك لجيب بديو فقال وحول النبي إلا الخيرة إدخل كوا إلى قصر ربي والله وحول صلى الله عليه وسلم أنت كلا ودوان النبي رسولك عليه السلام وحول دوان إن وجدها مكة إله سبحانه وتعالى وكل حبوري أو واحد بشره سبب يصنعك شيئا كرؤوس جرين آه ولذلك النبي عليه السلام حجري شوكه آه شوكه بيري شجرها جيد إذا لم يكن كره ما كان الله فرع جيد ذي وجيد يضع إلى هذا أبا حدا نن أورن يذكره هنا وبارك له هنا لكن وحي الودح حبوره جيد الله حبوري بير بالودح حبوري وحصل حوار ما له هذا كي إسكاله هوا استعمال كران وأنا قري كران وحدثني فحدثني محمد بن الرافع قال حدثنا يحيى بن هذا حدثنا مفضل عن منصور في هذا الاستناد مثله ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض وقال بدل القتال القتل بير وقال لا يلتقط لغته إلا من عرفها قف يهدنا يا مبين قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لي عن سعيد بن أبي سعيد عمي شريح العدوي أنه قال وحوجر لعمر عمر وحكيري عمر بن سعيد الأشدق عمر بن سعيد الأشدق من اللي جروا تابعيها لكن تابعين بالإحسان مونا مهين قال دقال بضان أو رب بضان أو كعبضا يا حرم كآن حرمينين أو صحابة كواف حمية أيوها ولذلك حافظ بن حجر وحولي جري ليس هو من الصحابة ولا من التابعين بإحسان ليس هو من الصحابة وليس هو من التابعين بإحسان صحابي رماها كوا صحابة الراعية وناكو الراعينا ما يهم بوليه أبو الشريح العدوي وصحابي ننكر الله الله أميره عيدا وطوى مكة الدولية وهو يبعث البعوث أصوى عيدا مدرها إلى مكة مكة الدري أيوه حكوين إذن لي أيها الأمير ننكر الأمير كهو إيه أقلو آم كلاحظ هذا لإيه أسلوب في عن ويانا ننكر الربائين الرسالة دي سجر سيئو هذا في عن هذول إسكه رمانيننا لما كده يسمى هاي مركو حكمت الدعوة يا حكمة الله بهاي هاي وحدثك قولا هذا البنكو شيء قام به رسول الله نبي عليه السلام ولا يستعلي الغد من يوم الفتح ما أنت مكلف فرت بريدي يعني ما أنت كده ميسي سمعته أذناي تأكيد واي لقاه قام مغلي ووعاه قلبي غير ووي لي وحفظي وأبصرته عيناي إن به قال وي أركين حين تكلم به بركو نبي كهذا لي هذا الكان شيء غيانا وهذا أنه ببقلك يا بقل أو الله لوحي أدوات الحفظها لقيه إيا إنديه إيا قلبي إنت رواكوها ياه أنه حمد الله إلهي بو حمد النبي واثنى عليه إلهي بو أماني ثم قال وحير إن مكة مكة حرمها الله إلهي بحرم كدقي ولم يحرمها الناس ذاتك حرم كمين لديهن فلا يحل مبنانا ليأمرين قف يؤمن بالله إلهي واليوم الآخر رميسا أن يسفك بها دماء إنو ديكو داديه ولا يعدد بها إنو قويه شجرة جد وكقويه فإن أحد قف هذو ترخص قف هذو الرخص يستوى دليشه بقتال الرسول الله نبي قد قالك وكد قال لما فيها ما كد قده هذا قابل وكد هيرا وكد ذي فينا يي هذو قف سوى دليشه فقولوا له حد قد تراهدان إن الله إلهي با أذن للرسوله نبي إلهي با أؤدمي ولم يأذن لكم إذك إلهي إنه ما إدمن نبي قد فصح بوهستي دقالك وكسوى قادة أبرها وكي لقه ارتقي إلهي وهلاقي سبحانه وتعالى كي نبي عليه سلامنا إذن إلهي بكسوى ذي مركا فرق رأو دحية بين إهانة البيت وبين تعظيمه نبي عليه السلام وحوز على تعظيم البيت وتطهيره إنه طهيرون نظيفية أو قال ذي الشركي يا أصنام تكظهرون ربي نبي عليه السلام إذن بون إلهي كيستي لكن إذن كنت قال بعض ودان أنفا إذا لهينا فدناء وإنما أذن لي وحو إلهي إيه قال ذي فيها مك ساعة ساعة من نهار المعلمها كمذا أي ساعة وما ساعة رضو حلوة الزمن ساعة نقانيمها حلي من نهار المعلم تكمذا وأررتي لقب الله إلى عشرك وقد عادت وحي كل بطي مكة حرمتها حرمة ذي اليوم ما أنت حرمة ذي هري كن قتك حرمتها بالأمس شرع حرمة ذي هاد وليبلغ شاهد الغائبة قف كي مقلا يا حاضر كي قوب جوجا هجارسية فرين تاسي الغائبة دتك مقام هجارسية وي جارسية بلقوا ما شهدوا ويسوق جارسية صحابة تابعين دي جارسية تابعين دو سيولين إرادة نواكن الإمام مسلم رحمه الله كتاب كان اللي فيه حديث ليس ضروري إن سوى جارسية رحمة الله عليهم جميعا فقيل لأبو الشريح وحال وجري ما قال لك عمر نينك أبو الشريح عمر هاي هذا كدب عسن حديث كان النبي جاه مؤكد كأضو شاكتي معكو بجوابي عينك ما باتشي قال وحير ما وحيري أنا أعلم بذلك منك كبرك يا ضغيانك يا بنت فيري سحابي بوحيري أنا كأقان
أنا أعلم أنا كأقانا بذلك أرماها زمينك أذا كأقانا يا أبا شريح أبا شريح أنا كأقانا إن الحرم حرمك لا يعيد عاصية قف عاصية أمام قنقليه ولا فارا بدم مد ديك قليه ديك عبه ديك إسلام قلينا أو كعررين ما بدبادنا أيه بدبادنا أيه ولا فارا بخاربة من خيامة يا سرقة يا توجن ما الله عررينا ماشى كوب بدبادي ما هي أنت صرنا حكومة يكو الله عبد الله بن الزبير الصحابي الجليلها صوام قوام بينهم صوام قوام صوم بدن قيام الليل بدن قراءة القرآن بدن صحابي الجليلها ويدي به أي صحابيان أهيا أجلاء أي نكاس كله يكو الله ولا نكاس ماشى نقص عرريه كوب بدبادي منه ما كده قال مهنا مركب عويان و وحيالها لو قدر إلي ومرت كمتها هنا كسر لو فجيه أصله حديث كان نبيك خلاف عليه السلام أصله الصحابة النبي عليه السلام أسلوب يربح ولا بغمي أصله كبر شيعي صحابي جليل وقيم بدن وحنا لهين الدعاية عيبة كش دل صاري وعصرنا قبح بس كدر صدي حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد قال زهير حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي حدثنا يحيى بن أبي كثير اليماني حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا أبو هريرة الدوسي قال لما فتح الله عز وجل على الرسول مكة قام في الناس تكتب رحي استا يخطب فحمد الله وأثنى عليه على قضى يا رمها الصب سود الرياء تك كوزد الرياء إن سجار الله تنبيه ولا بررجيه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة مرودي قال ذي كوزد إله بك حبس وكرمه وصلى عليها الرسول رسول كيسي والمؤمنين بقصة لذي مكة وإنها لن تحل لي أحد قفنا وما بنانا كان قبل إيقاه الرئي وإنما أحلت لي أني وحل إيقاه وقلال ساعة من النهار ساعة ما أنت كميلة وإنها لن تحل لي أحد بعد قف إقدم بيئين وكده قال لما ما بنانا نيسو فلا ينفر سيدها وقال إذا لما في جنكر الأمريكا إنا أغارة إسكبر دافة جيد كاي هرسلين زكبيري كرتد ولا يقتلى شوكها جيدها قضاء ذلك حتى لما تشركر ولا تحل مبنانا ساقدتها بعد ذلك قد عضا إن لقاض إلا لمنشد قف ولقي يهدنا يمويين ومن قتل له قتيل قف يقف لقدله فهو ولقاسي ولي المقتول قف كان لديل ولقيسي بخير النظارين لما أركت متك أخير بضم بوليهي مثل دحان لما أقلو قف يقف كيسي يهل كيسي لديله لما الشيء مذن بوليهي إما أن يفدى إن فدي الله سيئة أو ديدي يمكت الله سيئة وإما أن يقتل إن لو يدي لقفك وقفك كدلي أو قصاص ويان مثل دحاد بقى جرتوعه العفو إن لسك عفوه لسك سامحه لكن أديته هاي إن مقابل يوحلك لقاته أما هو مال يفدي يديه أما هو إن قفك بلا قصاصه عفو يسامحه دون أيان وجرته مربع لكن عفو يسامحه دون أي مفضول طايل لقف اللي بديه وإن العفو سائر في عنين ومركا ويقفك قاتلك قاتل دلي مقتول كان غيلة هدوها شرقال iyo waa hoos buu dilay qofka noocaas oo kale ee gaailka ee dadka hoos u dila kuwa ayaga ah hatta awliyadiisa haday cafiyaan dawladu ma cafiriso shartiisa badan faqaal abbas baa wuxuu yiri illa idkhira nabi allah geedaha tiraya la gurin iyo nagaarka idkhir nooga soo reeb ya rasuul allah fa inna naj'alu han yalla fi quburina quburtaan ku yeelanaayo luxudka ayaan ku buuxsana وعرضها سنة وصدى ذاني نويت وبيوتنا قريهنا وكل سنة سنقاف فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإخيرة ولقينهم وصامر فقام أبو شاه نلير أبو شاه الرهين يمن هذا الرجل من أهل اليمن يا استاغي خطبة النبي قد يستي وحفظوا وايه فقال مركزه وحيري اكتبوا لي إقرى خطبة يا رسول الله رسول الله من أضايا ومضح وحكا قاريبها ونحفظه في عنين هل يقروا يري فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه أقرى حديث النبي عليه السلام إن قرأه وحيجي قرآنك أودعها يوالا نهيي لكن مسائل قارة جرتوا سيدا تنا وكليه صحائف قارة صحابة أيل هايين كصحيفة أبو هريرة إياه عبد الله بن عمر بن عاص إياه صحائف واجرين قارة لكن إن قرآنك وحيجي أودعها يا حديثنا لقرأ قرآنك لقرأ هل مال دين إسقلان إن عربي بإسلام وديين هذا اختلاط قرآنك يا حديثك وسقط رمضان تنا النبي عليه السلام كل دقايق يا صحابة وباهوا وقبين به نين كانوا كلو حنوسن مويانه قوه صليان ذهني مسخخ دوده iyo fahankooda iyo xifdigooda qawi booha hal mar bay dhageysanayaan khutba tawiil ah oo aad u dheer iyo hal mar intay dhageystaan bay xifdirayaan saxaabada gaarsiinayaan oo taabiciinta gaarsiinayaan oo mid kamida oo qisadaas joogay intuu akhriyo iyo mid kale leeyahay sidii oo habad u sheegtay xadiidkii ayuu sheegtay bi dhis isku maqrad ka jiray قال الولد وليد وحير فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله محكوة أبو شاه قال هذه الخطبة خطبة الله التي سمعها من رسول الله وكما غري
وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى قال أخبرنا أبو سلمة أنه سمع أبو هريرة يقول إن خزاعة قبيل ريح خزاعة اللي يراد غير عربيضة قتلوا الرجل من بني دليل من بني الليث ريب بن الليثة ووحن آرها يؤطون تندقال كواجر جري وجاهلية دي بفكر كجارية يهدو شريعة أي دي دي عام فتح مكة سنة كما كلف ورتي أي انتهى أردين بيوحيد أن ريب بن الليثة محيود لين بقتيل بسبب قتيل قف لقد لي منهم لمن كان يراد بن خزاعة قتلوه بن الليث هذا كهر أي دليل يا وعارين فأخبر بذلك الرسول والنبي الله شريع عليه السلام فركب الراحلة هشي سنتوب فوري يوفق هذا بدتك أخذ بي فقال ييري إن الله عز وجل حبس وحو حبس وحنبي عن مكة وقرب الفيل مرادي كسر دوري وسلط عليها الرسول الرسولة رسول كيسي والمؤمنين المؤمنين أيوم مكة هذا كسر لذا وقعان تقول لك الله قراضي ألا وإنها مكة لم تحل أو من بنانان لأحد انقف قبل يجهر رئينو كده قلمه ولم تحل من بنانان دونتو لأحد انقف بعد يقدم بيا إنو كده قلمه ألا وإنها مكة أحل لي الوالي بني ساعة حل من النهار ما أنت كمذا ألا وإنها ساعتي هذه حل لي بني وساعة ما أنت من الصباح إلى المساء حرام أما إنها يدو ساعتي هذه حرام حرم بين نقطي لما أقول إنه كده قلم الله يقبض شوكها قدح لما أبقي سنكره لما قران كره ولا يعدد شجرها جيده هيدان لما قوري كره ولا يلتقد ساقلتها ساقلتها بعدين هيدان لما قادي كره إلا منشد قف يهدنا يوري اسمه ييني ومن قتل له قتيل قف كي قف لقدي له قعن دافي أنا نكلم كبك السين إذا قال بانوذي ريبل ريبل وفكرة جاهلية قف كي قف لقدي له فهو بخير النظرين لما الشيء مخيار له إما أن يعدى يعني دي إن دي الله سيه مقتل سيه ولأنني وحيد عيد عي مكتو نك هذه واكنا قبصو دي هذه شرعي جهت شرعي قو قرادي شرعي قو قرري إيه أن دتك اللي قد دينين الله الله ما رحبنا ينن إنا إجا أي قان كجاران دتك الله ما رحبنا ينن دي هذا وهو شرع عضو أي حديثي أي جوسيوي قف كي مركز دي هذا فرجليه وح كلا سمايا أملهم شركاء وشرع الله من الدين ويسوق ليان دت شركاء وإله يحبه لو ذا جينا ده مشركين إنه قرايا قفكي مك كلا سمعيه يلا أنا غريه بلد أنا مكتنا واساس مكت غريه بلي أنا غنوري حسوا أنت قفك ده مشرك قاله وي مشرك قاله ويان معايا لي أدي الذي يا شرع عدي إله يوجد يجيب تكر كرب شيء مكتي لسكولها يجيل بقول كاسوتور مركا كدي بريوتنا ولا لو جيل وعيسى علي يصلح مركا كوب بريوتنا نحن قعنب وحوق كتير أو يتم تيسي إيو إسلام تيسي أو يانو إلمن أيام إن ملاها أنت الواحد هذا اللي يراده مكتنا وأنت هذا اللي يراده أنت هذا أحد اللي يقوله في طول يراده أنت طلق إسكالي أنت أنا شاشفة أنت أنا فلان أنت يرتا قطر وحاسو نوحا وحاوي بهدل واستهزاء بالدين الله دين تراه الوجه السياسة والعيارة يويان مانا بنانا كفي يا قالبي كنتا ما قد يقول عجي لقفك قفل قدلا إنه مكتي سيقاته مكتا وامدا شرعي وحلق الله وعن شرعي هان مقباها وإما أن يقات إن لا قصاص أهل القتيل dadkii maqtuulka la dilay ehelkiisa aha in loo qisaaso qaatilkii ay diloodan labada mid uu weeyaan laakiin hadda maanta tadbiiqo shariicada marka laga hadlayo shariicada ma soo dabaqnaa maxaan noo ogol yahay maxaa wadeena maxaa qufta qulaa ma sadacto inaan diyo iyo magbixino shariicada waan noo ogol yahay waan isku dabaqi karaa bin aadan hadda uu haysto oo qaari awad ma haysto ma jirto inaan qisaas qof qof ka dilo aan dilo mid aan weeymada dushana naga haysto inaan oo ogoleen إلهي أن كبر يينو إن لهلو شريعة إسلام أن طبقينا بقول كيو بقول إيو دولة إسلام أهو نقول طبق ده الشريعة ده الإلهي كبر يينو سبحانه وتعالى ديلك إنو ما أقرأ ظلمي يقرد الرضي كمتها إيو حرية ده لقى قاري مسلمين ته حرية ده لقى قاري حرية القول إيو حرية التطبيق لقى قاري مسلمين ته الله أقلين أي كمتها يبين ته ديمقراطية ده أي قالوا ده دهان حرب أقفكوا إليها وحر إليهين شريعة دي سبها دي الله دي دينو سيدة يسكو طبقه ليس بحر حرمه لكن محلو محكوبا نام أننا كودي درين إن عن مكتب يحسوا فتقول الله ما استطعتم هذا هوس كسي مرتكوا الرمك وعيد كري كرتي أدنا كسي لحظة أو مكتي يدي يدي أبصير يهد أغلى لحظة تاو يمد مركا قال دي دي قصاصة هي كي دي يدي دي اسكو مال بفرستين مركا هل كرسي وكفر ديان قال فجاء الرجل من أهل اليمن من رير يمن هذا هي مذي يقال له أبو شهل يراده فقال وحوير اكتب لي يا رسول الله رسول الله اقر فقال اكتبوا لي أبي شاء اقرأ فقال الرجل من قريش من رقر الشيء هذا وحجري إلا لذخيرة
إذخر كنبي الله وعباس وصامر فإنها نجعله إذخر كوحان يلا من بيوت في بيوتنا قليها كل سنة وقبورنا لحد كلا وكسا ما يسنى وميت كان كعبنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخراء. والله أعلم بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.